الهندسة هي من أول حاجات الإنسان مع النار والأكل. عم برجع على الجزور، عم برجع أطلع كيف كانوا يعمروا بكلفة خفيفة وكانوا يقدروا يأمنوا لحالهم الراحة. اللي بيخليني استوحي بالهندسة بالدراسة اللي بعملها إجمالاً يجي اللي بتكون حسب كل زبون أو كل شخص حاجات هالشخص وبشو محوط، وخاصة الطبيعة اللي محوطته. بطريقة هندستي أنا بتخيل عكس كتير من المهندسين اليوم، هي إرادة لا اندمج ولا اتخبى. يعني أنا بهندستي ما بدي بين. لايف هاوس مشروع أنا بعتبره من أهم مشاريع أنا عملها، لأنه مكتفي ذاتياً. المشروع معمر بمواد طبيعية مستخرجة من الأرض أو إعادة تدويرها مثل الدواليب اللي منعبيها تراب. لايف هاوس هو مزيج بين التراث والاختراعات الجديدة الحديثة. ما في مشروع في بلش بطريقة غير أنه بتبلش بكم زيح على ورقة بيضاء بطريقة تخلي الخلق يشتغل لحاله. بتبلش من الأبسط شيء ومن الموست جلوبال فيجن، وبتصير بعدين تفوت بالتفاصيل. في علاقة كتير وطيدة مع الطبيعة. الإنسان اليوم عم بيتجبر على الطبيعة، ما بعرف ليه، بس في ديسكونكشن كتير قوية بين الإنسان والطبيعة. بالمستقبل بتأمل يعني أول شيء يكون عندي مشاريع مش بس بلبنان، بكل العالم، بشكل إنه نقدر نفيد بمعرفتنا مش بس هون، بس حتى البلاد الفقيرة والبلاد اللي ما فيها تعمر، فيقدروا يستخرجوا الماكسيموم من اللي عندهم إياه.